وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تعقد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. يعني كريم، ضعنا في آخر مستجدات الجلسة الثالثة لمجلس الأمناء حتى الآن. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل نحن هنا من الأكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب هنا في هذه الأكاديمية التي يعقد فيها الحوار الوطني برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالفعل الجلسة مستمرة منذ ظهر اليوم، يعني ساعات ما زالت مستمرة لمناقشة كما ذكرتم صياغة المادة النهائية، وهي المادة 18 من اللائحة المنظمة ل مجلس أمناء الحوار الوطني. ما زال العمل جاري عليها، وبالطبع في نهاية هذه الجلسة سيكون هناك بيان ختامي لتوضيح أهم التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال هذا البيان. بالطبع في الأساس خلال ثلاثة مرات، وهذه المرة الثالثة الذي يجتمع فيه المجلس الوطني ومجلس أمناء الحوار الوطني بشكل عام لتحديد بعض المحاور الأساسية التي سيقوم عليها الحوار الوطني بين فئات الشعب المصري وجميع التيارات السياسية المختلفة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه بالطبع يعني المحاور، أهمها المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتم بالفعل تحديد عن طريق الجلستين الأولى والثانية اللجان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالفعل على أن يكون هناك عدد أربعة أشخاص في كل لجنة، منهم سواء كانت السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية. بعد ذلك سيكون هناك بالطبع لجان منبثقة من هذه اللجان الأساسية أو لجان فرعية ولجان نوعية أخرى من هذه اللجان، سيقومون بتثبيت وكتابة كل ما يتم خلال هذه الجلسات الأساسية. بالطبع في طبيعة الحال هذه النقاشات والجلسات المختلفة تسمح بوجود الآراء من داخل مصر وخارجها، خصوصا أن السيد أمين مجلس الحوار الوطني قال خلال مؤتمر الصحفي السابق أن هناك بالفعل يعني آراء خارج البلاد بالفعل تحاول أن تضيف هذه الأفكار السياسية المختلفة لتكون جزءا من الحوار الوطني، وقال أن باب مجلس الأمناء الحوار الوطني ما زال مفتوحا لجميع الآراء حتى داخل مصر وداخل مصر أو حتى خارج مصر بالفعل، ولكن كل الآراء متاحة إلا من هو خرج عن الدستور أو قام بالتخريب داخل جمهورية مصر العربية، غير ذلك فهو مرحب به للإدلاء بآرائه بشكل عام. وسننتظر بالطبع في نهاية هذا الاجتماع اليوم خلال يعني ربما ساعات من الآن أو دقائق ربما لا نعلم، ما زال بالفعل الاجتماع مستمر لنعرف آخر البيانات والتفاصيل حول هذه اللجان الفرعية والنوعية التي ستنبثق عن اللجان العامة التي تم تحديدها بالفعل خلال الجلستين السابقة. يعني كريم، صف لنا الأجواء لديك ما بين المشاركين. كما ذكرت هي الأجواء هنا في نهاية الأمر تهدف إلى نتيجة واحدة ونتيجة مؤكدة من المفترض أن تخرج بها هذه اللجان، والتي بالطبع هي تحت المظلة الرئيسية ومجلس أمناء الحوار الوطني، وهو التوافق الوطني بشكل عام حول الآراء السياسية والأفكار الاجتماعية والأفكار الاقتصادية. لذلك الفكرة الأساسية هنا هي استقبال الأفكار، الفكرة الأساسية استقبال الآراء المتنوعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودمجها بشكل عام لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث من قبل عن أن هذه الآراء والأفكار سيكون هناك أفكار متوافق عليها بالفعل، وسيكون هناك أفكار غير متوافق عليها أو متعارضة أو متناقضة بشكل أو بآخر، ولكن الهدف في النهاية هو الاستماع لهذه الأفكار وطرحها بالفعل على طاولة المناقشة ومحاولة تطبيق منها على قدر الإمكان ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وهذه هي بالطبع الهدف الرئيسي للحوار الوطني. أكيد. كريم بيبرس، شكرا جزيلا لك، حيث كنت في بجلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا لك.